المهم رورو. لا بتفرق كتير. شو شايفتي لك شي حلقة من هدول تبع الأبراج اسمك على اسم أمك ومو ضابط اسمك عليكي؟ يا أنسي لو سمحتي بترجاكي ممكن ترفعي مستوى الحديث شوي. ايوه طيب شو بتفرق رورو رشا عن رورو رولا؟ انا بصراحه ومن دون اي تواضع قدرت بعد سنين طويله انتصر على رشا واتغلب عليها وادفنها بعد ما كانت دافنتني سنين طويله. رشا مشان الله بلا ما قلستك من عند هالصباح. بترجاكي لا تناديني بهذا الاسم لأن ليش دفنتيها لرشا هديك؟ الله يلعن ذكرها. آمين. لأنها شخصية مهزوزة وضعيفة. هلأ رشا شخصيتها ضعيفة ومهزوزة؟ إيه عليم الله أنصب وأفجر من عليها. طبعاً بس هذا الفجور والنصب أسلوب لإخفاء ضعفها وانهزازها. انهزازة قلتيلي؟ يعني فيني افهم انه هلأ انتي الوجه الجديد لشخصية رشا الجديدة؟ تماما. انا شخصية متزنة ووقورة وبستمد قوتي من وقاري. جنبي. والله حاسة حالي عم احكي مع وحدة تانية غير رشا. يعني وحدة تانية مو هي. والله انا احيانا بحسة عم تتفقص. بس يعني مثل ما قلتي كأنه في وحدة تانية غير رشا تماما. يا الله شو بده يكون صاير له؟ هلا معقول في حدا بصير فيه هيك بالحياة؟ لك ايه لكن في. بس يعني اذا ما كانت عم تتفقص فهاد مرض. الحمد لله طمني عنك. لا والله تمام كل شيء تمام صحتي النفسيه كثير منيحه. دكتور ما بدي اخذ من وقتك كثير بس محتاجتك باستشاره صغيره. تسلم. هلا انا عندي رفيقتي اسمها رشا نحن مندلعها رورو. هلا هي رشا يعني هي مثل اختي وانا بعرفها اكثر من حالي وساكنه عندي بالبيت. اليوم راحت طلعت مشوار ما ردت تقلي لوين رايحه. هلا لما رجعت يعني عم اطلع فيها متفاجئه بكل تصرفاتها. يعني شكلها غير شعرها غير حكيها منطقها تعاملها مع الاشياء. واللي لفت لي نظري اكثر انه قالت لي انا ما عاد اسمي رشا انه انا صار اسمي رولا ورشا دفنتها ب تماما هي الهو وصارت تحكي الفاظ انه الهو هي انا الاعلى وما بعرف شو. يعني انا ما فهمت عليها شيء
ايه تماما، يعني انا ما بعرف اذا بتقدر تساعدنا يعني. ايوه انفصام شخصية لك. ولك ايه انا برشا وحدة مو خالصة، كيف بتنتين؟ ويا خوفي يطلع كلام الدكتور صحيح وتطلع شخصية رولا عدوانية وشريرة. يا ربي شلون بدي اخلص من هالورطة؟ ايه اهلا وسهلا بالانسر رولا. لا تجيبي سيرتها، لا تجيبي سيرتها، لا تجيبي سيرتها، لسانك يخرب بيتها يخرب بيتها يخرب بيتها. لا تجيبي سيرتها، ابعت هيديها. رجعتي رشا؟ لا كمان هاي. لا تجيبي سيرتها، لا تجيبي سيرتها، لساني اضرب من هديك اضرب من هديك. لكن مين انت؟ انا رولو، بس لا هي ولا هديك، انا رويدا. رويدا كلكم هون رورو؟ ما بعرف ما بعرف، بس كل شيء هون يدعو للارتياب. وشك والحيره، وشك والحيره. هون؟ وين هون؟ بكل مكان، بكل مكان، بكل زمان، بكل زمان. لازم لازم تنتبهي، لازم تاخدي حذرك منيح نوال، لازم تاخدي حذرك منيح، لانه الأعلى لما كانت رشا دافنتني دافنتني بالهو بالهو وكنت دائما شوف قديش 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 عم تضحك عليكي وضبعتك ضبعتك وقديشك غشيمة غشيمة وما عم تعرفي ترديلها ترديلها. بطلتلي وشو صار لحتى شرفتي وطفيتي للأنا الأعلى؟ رشا كانت كتير قوية قوية، ولما كانت مرة من المرات المرات غرقانة بالهو طلعت رولا طلعت رولا واستغلت هاي الفرصة، غدر غدر طلعت على أنا الأعلى ودفنت رشا بالهو. بس رولا بس رولا أنا طبعاً أضعف من رشا، مشان هيك صارت الفرصة سانحة سانحة لإلي، وأنا استغليت الموقف استغليت الموقف بلحظة ضعف من رولا وطفيت للأنا الأعلى الأعلى. مو على أساس هي القوية والملتزمة والوقورة؟ طبعاً كل الصفات موجودة فيها فيها، بس كان بينقصها بينقصها الشك والريبة والحذر والحذر، مثلك أنتي مثلك انتي انتي كمان. يعني شو لازم اعمل هلا؟ شكي، لازم تشكي كل شيء، لازم تشكي فيني، لازم تشكي نوال، لازم تشكي بحالك، لازم تشكي بالهواء اللي عم تتنفسي، لازم تشكي شكي بكل شيء، بالمي بالاكل شكي. انتي مطولي هون ولا كمان بدها تطلع شي رولو جديده؟ لا لا انا المسيطره هون، انا الملكه، لان رولا ورشا دخلوا بكوما كوما. يعني خلاص خلاص ما ضل غير رويدا. بعدين انتو ليش عم تسألوا كل هالأسئلة؟ انا صرت عم شك انكم عم تتآمروا مع جهات خارجية ضدي عشان تغتالوني تغتالوني. تركت الشباك مفتوح ولا تتآمروا علي؟ سامعتكم لا قال كنا بشيزوفرينيا وشخصيتين. اي شايفة صرنا بثلاثة. طولي بالك لو بلكي بتروح هاي وبترجع رشا او رولا. ولك وهي رويدا اللي طلعت لنا هلا شو؟ طولي بالك. يا ربي دخيلك انا شو بدي اعمل؟ والله صرت شك بحالي. يا رب تروح يا رب. خليها تطلع لك القصة. ولك اهلا ام النون. لا والله رشا حبيبتي انت رجعتي؟ الحمد لله والله خوفتين عليك يا حبيبتي. انا رولو يا حبيبتي تقبري قلبي واحلاك يا حبيبتي. شو بكي؟ شو شبني؟ الحمد لله يا رب رجعت رورو. ليكي رورو شو رأيك نروح لعند الدكتور مشان نشوف شو صار معك ولا شو صار؟ ايه شو انا ناقصني غباء الدكتور؟ ايه ما بكفيني غبائك انت وياها. وليه ليش هيك عم تحكي؟ مزح يا معلمتي مزح. ايه شو انت ما بتلقي مزح يا بعدي؟ بالله بس كأنه مزحك تقلعني شوي. انت تقلعني علينا. وليش هيك فرطاني من الضحك ما عم تنلمي ليش؟ وليه؟ لتكون قصة رولا ورويدا مسحة. رولا ورويدا لك يخرب بيتهم من حالهم يخرب بيتهم جننوني. وحدة عملت لي فيها وقار قال شو قال؟ مثل ما بدكم. والثانية عملت لي فيها شكاكة بتشك بأمها بأمها بتشك بتشك بتشك.
لك انا هي رشا رجا رجا هي لعبت لي فيها مسدوله كل شي كوم وهي كوم يا عين عفوا ليش هلا انت حضرتك مين ليش ما قلت لكم لا والله انا رؤى انا رؤى انا من غيري انا من اللي ابتلى بعين حلوي حبيبتك انا حبيبتك انا طب هني مين انا رؤى انا من غيري انا من اللي ابتلى بعين حلوي انا رؤى انا حبيبتك انا من اللي ابتلى بعين حلوي شو اعمل بحالي؟ شو اعمل بحالي انا؟ كنا برويدا صرنا برؤى، لك يا ربي انا منين بتجيني كل مصيبة؟ طولي بالك طولي بالك. يا رورو ما ادري شو بتكون عم تعمل. يا رورو ليك بتشهي 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 بعدي بعدي هيك بعدي هيك. يا ويلي على الاكل. هلا انتي رحتي قصدي رجعتي